اهلا اهلا اهلا، الناس راه بدات توجد في الحلوه، وانا غادي نوجد معكم في طيبيطات. الصراحه تشهيتهم بالدجاج المقرمش اللي كيتباع في الزنقه، غادي نديرو في حاله وغادي يجي خفيف. ماشي الوصفه ديال الكافسة هذيك، مازال من هنا لقدام غادي نقادها معكم ان شاء الله، ولكن حتى التتبيله كتجي فنه. ما غاديش نخدموا العجينه هي الاولى، تبقاو في النص الثاني ديال الفيديو، غنبدا معكم بالحشوه. خديت هنا تقريبا واحد 400 غرام ديال الدجاج، انا ضروري كنبقى نقي في ديك الشحمه، لحقاش هي السر ديال اي زفوره ممكن تلقاوها بالدجاج. بما اني ما غنشوطش الدجاج، غادي نقطعو هنا طريفات صغار، ولكن ضروري كنقيه مزيان ديك الشحمه وتقطع على هذا الشكل هذا باش ما كيجيش غليظ، وكنعرفو في القليان نقليه بطريقه اللي هي مزيانه، وخا نكونوا مبتدئين وما كنفهموش بزاف في القليان. كنزيد نص معلقه كبيره ديال المطارد، كنزيد جوج معلقات ديال القشده السائله ديال الطياب اولا ديال الحلوه، حتى هي ما كاين حتى شي اشكال، ما كانتش كتعوضوها بجوج فرماجات اولا كتعوضوها بمعلقه ديال الحليب بودره، المهم شي ماده حليبيه باش كتعطينا الطراوه. كنزيد خير الله ديال البزاره ما كيبانش، وكنزيد التحميره حتى هي واحد نص معلقه كبيره ما عمرش. صافي كنبقى كنخلط مزيان مزيان، ضروري تمالاكسيو مزيان. وغادي نمشي نوجد فاش غادي ندوزو الدقيق. درت هنا تقريبا واحد جوج معلقات كبار، ولكن راه احتاجيت للدوبل حيت زدت من بعد ما كفانيش. كنزيد عليه البزار التحميره الملحه، وما تكثروش التحميره حيت غادي يتقلى، وهي لاكوش اللي كتقلى. كندير بيضه كنطرب معها شويه التحميره، وما ديروش ليها الملحه، البيض ديجا فيه البنه. هنا نورمالمون خصنا نبقاو ندوزو بوحده بوحده في البيض وعاد ندوزوها في هذيك الدقيق، لا ما عندنا ما نديرو باللعب. كنكب عليها ديك البيضه الخليط ديال البيض وكنخلطها بها وكنحطها دو كوتي باش منها كتاخذ الطراوه، منها كلشي كيتلبس ما نبقاوش نلعبوا بياسه بياسه. اونطرطون غادي نمشي نوجد الفلفله، عوض ما ندير اون صوص ونمشي نشريها مثلا ب 45 درهم 50 درهم، والله ما كاين حسن من الفلفله، ونبدلو منها نيت. صافي شويته وحطيته هنايا، وكنخلي فيها واحد شويه ديال داك الاثار ديال الشويان باش كتجيني شي حاجه معتبره في المذاق، ما تبقاوش جالسين غسل 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 في وسط الروبيني كتبسال. صافي قديتها قطعتها طريفات صغار، وغنوريكم واش غندير لها. هنا غناخذ شويه الماء وهاد الطريقه هادي باش كيجيكم بحال ديال الزنقه، كيجي مقلي ولكن بلا شابلور، وبهاد الطريقه كيجي فن. كدوزوه في الدقيق وكتاخذوه كدوزوه في الماء، ما فيه حتى شي حاجه الماء، وتعاودوا ترجعوه للدقيق. الا بغيتوه يجي ملبس مزيان بحال ديال برا كديروا هاد العمليه جوج مرات، ما بغيتوش صافي كدوزوه في الدقيق في الماء، ومن بعد الدقيق صافي وتحطوه. يعني اما ديروها جوج مرات اما مره، الدقيق الماء والدقيق عاود، اولا الماء والدقيق وتحطوا دقه واحده. صافي باش هكايا على قد ما بغيتوه يجي كيبان ديك التفرتيته من برا، وديك كيبان هكايا بحال اللي كناخذو من برا، غادي تديروا العمليه جوج مرات، وها هو الشكل ديالو. هذه في عوض لا شابلور كتجي اقتصاديه، وكتجي في الصراحه احسن حتى في المنظر. غناخذ هنا واحد المقيله وغندير فيها شويه ديال الزيت، واحد ربيع كاس ديال الزيت. علاش؟ باش غادي نخدم فيه نسمو بديك الفلفله، كنزيد عليه واحد الطريقه ديال مطيشة الحك، الملحه، البزار، شويه ديال الكمون، ما تكثروش. انا ما درتش كاع الكمون هنايا، اللي عنده السودانيه يديرها في بلاصه البزار كتجي حسن. كنقلي واحد شويه وكنزيد عليه سكيكر على حساب درت ديك الكونسونطري طوماط. هنا كيجيو البديل ديال دوك لي صوص اللي كنديرو، وما كاين لا مايونيز لا حتى شي حاجه، وداك الزيت هو اللي باش غادي نسقي دوك البطيبيطات باش ما يجيوش ناشفين. كناخذو الفرماج، وهنا الصراحه هذا الفرماج هذا داك الفرماج اللي كيكون هكايا داير الثمن ديالو 20 درهم 25، راه موفيز افير، المذاق ديالو لا علاقه غير اللون. كنقليوه في زيت اللي كتكون سخونه، اون فوا كنحطو فيها الدجاج كنديروها متوسطه باش ما باش ما كتلهبوش لينا بلا ما يطيب من الداخل، ولو اني انا مقطعاه رقيق. سمعتوا الصوت؟ هذا هو الصوت ديال انه مقلي مزيان، واللوين ديالو راه كتشوفوا فيه قدامكم. كنحط الفليفلات بالنسبه للتقديم، الفلفله كتجي من الفوق باش كتبان في البطيبيطه خارجه زويونه، وكندير الفرماج كندير غير نصيص ديال الفرماج كيبان حتى هو من الفوق، لحقاش كافي بالنسبه لديك البطبوط. صافي وكندير الدجيج ديالي، اولا الطريقه اللي تمسحات ليا هي كندوز ديك البطبوطه في داك الزيت ديال الفلفله وكنشر الفلفله عاد نقادو. دابا غندوزو البطبوط. البطبوط غادي ندير معلقه لا روب ديال الخميره الفوريه مع معلقه لا روب ديال السكر، وكتعمرو 35 سنتيلتر. تسدو عليها تخليوها تفاعل. غادي ديرو 200 غرام ديال القمح الفينو، راس معلقه كبيره ديال خميره الحلوى اختياريه الا بغيتو تعطيو لها شاشه. صافي وكديرو هنايا واحد معلقه لا روب ديال الملحه، لكن ديك الملحه اللي ما كتكونش رقيقه.
كنزيد هنايا الماء مباشره، كنجمع العجينه ديالي اللي تكون قاسحه، ما كنجمعهاش خفيفه، كنرشها بالماء، ما غاديش ندلكها، غنسد عليها 10 دقائق عاد ناخذها باش ندلك. كنعطيها واحد الدليكه خفيفه، واحد نص دقيقه، ومن بعد كنزيد عليها معلقه ديال الزبده. يعني طوطال ديال الماء غيكون هو 45 سنتيلتر، تقريبا واحد جوج كيسان ديال الشريبتي وربع. الا كنتو غادي ديروا الزبده غتنقصوا داك الربيع ديال الماء، ولا غتنقصوا 5 سنتيلتر هكاك الكميه اللي بها العجينه غتبقى شاده، راسها ما تكونش كتلصق بالمره وما تكونش عاوتاني ناشفه بزاف. صافي كنخليها تخمر 40 دقيقه. كنقسم المجموع ديال العجينه على جوج، وكل نص كندير منه 8 الكرات، النص انا غادي نديرو مبسوط مزيان، والنص غنخليه مبيض بط، يعني النص بغيت غير نعسلو، والنص الاخر غادي نعمر به ندير فيه الحشوه ديالي. صافي هويا هذا الاول اللي باغا نعسل، كيف ما كتشوفوا فيهم كنغطيهم، ضروري التغطيه. وهادو اللاطه الثانيه اللي هي اللي غادي نعمر، كنخليهم بطبطي، الا بغيتهم يتنفخوا بزاف ديروهم رقاق، انا ما رققتش، ولكن واخا ما رققتش شوفوا كي دايره البطبوطه، خص ضروري يدخل فيها الهواء، هانتوما ضروري يكون داخل فيها الهواء باش كتجي مفوهه، واخا ما تقسمش على جوج مي تجي مفوهه وما معجناش من الداخل. ايوا هنا صافي النص الاخر راه درت فيه الطيبيطات معمرين. ايوا هذا مكان، وكنصحكم تشوفوا الوصفه ديالي ديال البوشيار روعه.